هذا العرض الذي سأقدمه في الحقيقة يرتكز على عنصرين أساسيين. أولا الرصيد، ماذا أقصد بالرصيد؟ هو ما تم إنجازه، يعني المنجز الذي تم في تاريخ اللغة العربية عبر محطات مختلفة سوف أشير إليها. أما فيما يخص الآفاق فهذا الشق الثاني وهو ما نسميه بالاستشراف. إذن فالعرض يقوم على التشخيص وعلى الاستشراف. التصميم يتألف من العناصر التالية: هناك الحديث عن أو تشخيص للرصيد التاريخي والحضاري والمعرفي واللغوي للغة العربية عبر نقطتين، ثم الآفاق. أولا هناك عرض بعض التحديات التي تواجهها اللغة العربية في عالم اليوم، ثم هناك الحديث عن بعض الخصائص التي تتميز بها اللغة العربية، ثم أخيرا بعد طرح بعض المقترحات لتنمية هذه اللغة البشرية. فيما يخص الرصيد التاريخي والحضاري، اللغة العربية أو كما نقول نحن في تخصص لسانيات نقول اللسان، يعني مقابل للمصطلح الفرنسي لونغ، لأن اللغة هي لونغاج، فاللغة هي ملكة لا يمكن أن تكون موضوعا للبحث العلمي. الذي يكون موضوع للبحث العلمي يعني اللغة الألسن. اللغة تكون موضوع للبحث العلمي في تخصصات معينة مثل علم النفس العصبي، مثل العلوم المعرفية، مثل اللسانيات المعرفية، مثل اللسانيات العصبية، مثل مجموعة من التخصصات التي تبحث في الملكة يعني في الفاكولتي، بينما في اللسانيات تدرس الكمبيتانس يعني الكفاءات اللسانية للألسن. اللغة هي واحدة عند جميع البشر، أما الألسن فهي متعددة، واللغة والألسن تتنزل عبر ما يسمي سوسيور بالكلام لا بارول. إذن هناك تقسيم ثلاثي عندنا في اللسانيات، هناك لو لونغاج اللغة، لا لونغ اللسان، لا بارول الكلام. فعندما أتكلم فأنا أمارس المستويات الثلاث، فأنا أتكلم لأنني بشر إنسان، عندي واحد البريكابلاج، عندي واحد التهيئ أو الاستعداد فطري اللي هو هذه الملكة الفطرية باعتبار كائن بشري، وهذه الملكة تتجسد عبر ألسن مختلفة، والألسن في العالم تقريبا تصل ما بين 7000 أو 8000 لسان في العالم. فهذه تجليات اجتماعية لهذه الملكة الفطرية. ثم هذه الملكة، هذه الألسن أو الأنظمة السيميائية المختلفة تتنزل في الإنجاز، يعني كل إنسان عندما يتحدث فهو يمارس المستويات الثلاثة، يعني اللغة واللسان والكلام. فاللغة العربية هي لغة تنتمي إلى اللغات السامية، ما نسميه بلونغ سيميتيك. ودارسون بيّنوا، المتخصصون سواء في الاستشراق اللغوي أو في المتخصصون في اللغات السامية، بيّنوا أن اللغة العربية هي أقرب اللغات إلى اللغة اللسانية الأم، ما يسمى بالبروتو سيميتيك، يعني اللغة السامية الأم. تعرفون أن اللغات منتظمة في عائلات وفي أسر. إذا أخذنا اللغات الأوروبية فهي تنتمي إلى فصيلة اللغات الهندو أوروبية، يعني اللونغ هندو أوروبيان، وأصلها اللغة الأم توجد في الهند، يعني في تاريخ معين، في محطة تاريخية قديمة انطلقت من هذه اللغات من الهند. ثم العربية هي لغة سامية مثل العبرية، ثم هناك مثل الأمهارية والإثيوبية والتيغرينية. ثم هناك اللغات الكاميتو سيميتيك أو اللغات السامية الحامية مثل الأمازيغية، اللغة الأمازيغية هي لغة سامية حامية. فهذه أسر وعائلات تنتظم في واحد السلالة جينيالوجي لينغويستيك ديال لي لونغ أو ديال الألسن البشرية. هذه اللغة انتقلت من لغة كانت تستعمل في القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية بشكل يعني منعزل، استعملت أكثر في مجالات الإبداع، في الشفاهة وفي الإبداع، في الشعر، في الخطابة، خلال قرنين من الزمن، وهي الفترة التي يعني لماذا نقول قرنين؟ لأن أول نصوص التي تؤرخ، أول نصوص التي كتبت بها اللغة العربية تعود إلى قرنين قبل مجيء الإسلام. فخلال هذه الفترة كانت اللغة لغة شفاهة، لغة خطبة وشعر، خاصة في موسم الحج أو في الأسواق مثل سوق عكاظ، مثل سوق الحج أو الحج الذي كان سوقا دينيا وتجاريا.
فتشكلت في هذا الموسم كانت هناك لهجات عربية تتكلم اللسان العربي، اللسان العربي ولكن بتنوعات لهجية مختلفة. وكان الموسم الحج والسوق أو الأسواق التجارية التي كانت تكون في مكة شكلت فرصة لخلق أو تشكيل واحد المستوى معياري أو كما سماه أندري رومون بإن كويني، بمعنى واحد الستاندار، بمعنى وهذا الستاندار هذا المعيار كان للهجة قريش نصيب الأسد فيه. فالقرآن الكريم وهناك آيات تشير إن القرآن الكريم نزل بلغات مختلفة وبلهجات أيضا، هناك إشارة إلى هذا التنوع. فتشكلت بعد ذلك مع مجيء الإسلام ونزول القرآن الكريم أصبحت لهجة قريش هي يعني الريجستر ستاندار أو الليديوم ستاندار أو المستوى المعيار الذي سيشكل المتن أو الكوربوس الذي سيعتمده النحاة واللغويون في وضع النحو العربي والصرف وعلوم البلاغة إلى غير ذلك. إذا تحولت هذه اللغة من لغة قبائل إلى لغة بعد الإسلام حاملة للعلوم الشرعية العقائدية إلى غير ذلك، الفقه كذلك، العلوم الطبيعية، الآداب، الفلسفة، خاصة انطلاقا من القرن السابع الميلادي يعني القرن الأول الثاني الهجري. اللغة تمتد داخل مجال جغرافي شاسع بعد الفتوحات، تعرفون أن اللغة العربية انتشرت خارج شبه الجزيرة العربية وأصبحت لسانا عربيا بعد انتقال الأمة العربية الإسلامية من كيان القبيلة إلى كيان الأمة أو الدولة. وهذا التحول السوسيو اقتصادي والثقافي والاجتماعي واكبه تحول لغوي ولساني، فتشكل هذا المعيار وعززه القرآن الكريم والأحاديث النبوية إلى غير ذلك، والشعر العربي كذلك كان مرجعا لتوحيد هذا اللسان. إذا اللغة امتدت جغرافيا مسافة تعادل 13 مليون كيلومتر مربع من المحيط الأطلسي من المغرب وموريتانيا إلى بلدان الخليج العربي. اللغة العربية هي اللغة الرسمية لكل البلدان العربية حيث يصل عدد الناطقين إلى 300 مليون نسمة، وهناك تنبؤات بأن يصل الأمر إلى 500 مليون نسمة في منتصف هذا القرن. هناك تنبؤات سوسيولسانية في هذا الباب. هي لغة عمل معتمدة في هيئة الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية منذ أواسط السبعينيات في القرن العشرين، وتعتبر إلى جوار الصينية اللغتين غير الأوروبيتين الوحيدتين المستعملتين في هذا المحفل أو هذه الهيئة اللي هي هيئة الأمم المتحدة. اللغة العربية تحتل من حيث عدد الناطقين الرتبة أو المرتبة السادسة، وهي في تطور وفي في في صعود وارتقاء في هذا الترتيب. على المستوى الديني يستعمل اللغة العربية حوالي ربع سكان الأرض نظرا لأنها لغة القرآن الكريم ولغة الشعائر الدينية والطقوس الدينية. هذا الرسم يشير إلى موقع اللغة العربية ضمن اللغات السامية، فالسامية الأم هي البروتوسيميتيك، تنقسم إلى سامية شرقية وسامية غربية. اللغة العربية تنتمي إلى السامية الغربية يعني أوكسيدنتال، يعني سيميتيك أوكسيدنتال، بينما الأكادية والأشورية والبابلية تنتمي إلى السامية الشرقية. السامية الغربية فيها قسمان، السامية الشمالية والسامية الجنوبية، والعربية تنتمي إلى السامية الجنوبية إلى جوار العبرية وليست الإثيوبية، والعربية الجنوبية ونسيت العبرية كذلك. ثم هناك الكنعانية والآرامية، والكنعانية تتفرع عنها العبرية والفينيقية، ولكن هناك روابط ونقط التقاء كثيرة جدا بين السامية الشمالية والسامية الجنوبية أكثر من تلك الموجودة بين السامية الشرقية والسامية الغربية. من حيث الرصيد المعرفي واللغوي لهذه اللغة وتاريخ هذه اللغة التي تعتبر لغة سامية أقرب إلى اللغة السامية الأم، فهي تمثل متنا، عندما أقول المتن بمعنى المعطيات لدوني الكوربوس، نحن في اللسانيات نتحدث عن الكوربوس بمعنى هو مجموع المعطيات التي يشتغل بها المتخصصون. هذه اللغة شكلت المتن الذي اشتغل به النحاة لغاميريان واللغويون منذ القرن الثامن الميلادي بمعنى القرن الثاني الهجري عبر مصادر
يعني دي سورس. اولا هناك الشعر العربي الجاهلي والخطابه، ان الفتره الجاهليه تركت ارثا او ماده لغويه غنيه جدا تمثلت في الشعر العربي، ونظرا لقيمه هذا الشعر العربي فكانت القصائد تعلق، لهذا سميت المعلقات، كانت تكتب بماء الذهب كما يقال نظرا لقيمتها. كانت هناك مسابقات ادبيه وفنيه، والقصيده التي تحظى او تتوج تعلق في الكعبه وتسمى بالمعلقات، وهذه المعطيات كلها شكلت ارهاصات ولبنه اساسيه في 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 تشكيل المتن اللغوي الذي سيعتمده النحاة العرب المسلمون لاحقا. الخطابه ايضا كان لكل قبيله شاعر وخطيب، دي معروفه. الخطابه ايضا هناك نتاج خطابي عظيم جدا اعتمد لامور اجتماعيه سياسيه ثقافيه الى غير ذلك، في الحروب، في السلم، في الافراح، في المآتم الى غير ذلك. الخطابه فهناك الحقيقه في تلك الفتره كان هناك صراع او تنافس بين الشاعر والخطيب، يعني لوغاتور لو بويت، يعني وهذا تقريبا يشبه ما حدث في الفتره اليونانيه في لاغورا، يعني في الساحات العموميه، حيث كان التنافس بين الشعراء اليونانيين والخطباء اليونانيين. نفس هذا في تلك الفتره كان هذا الصراع دائما بين قبل ان فقط بالنسبه الفترة اليونانية كان هنا أيضا الفيلسوف، إذا كانوا ثلاثة الشركاء أو ثلاثة المتدخلين، هناك الشاعر والخطيب والفيلسوف. الفيلسوف سيأتي من بعد في الحضارة الإسلامية خاصة في الفترة الأموية وفي الفترة العباسية. القرآن الكريم شكل مصدرا أساسيا في هذا المتن الذي سيعتمده أهل أو علماء اللغة العربية، لا من حيث التفسير ولا من حيث القراءات، علم القراءات، علم التجويد، تفاسير معروفة تركت مادة غنية، سواء تفسير خاصة التفسير البلاغي والتفسير اللغوي. هناك أيضا الخط العربي تطور يعني خاصة في القرن الأول الهجري، لأن الحرف العربي لم يكن فيه إعجام ولا نقط إلى أن جاء أبو الأسود الدؤلي، هو الذي وضع اللبنة الأولى للنحو العربي، ونصر بن عاصم هو الذي قام بهذا السين دياكريتيك أو النقط التي ميزت مثلا الراء عن الزاي، الحاء عن الخاء، العين عن الغين إلى غير ذلك. هذا عمل جبار لا ننسى أهميته بالنسبة لتطور الحضارة العربية الإسلامية. كما لا ننسى العمل الذي قامت به الدولة الأموية وهو تعريب الدواوين، تعريب الدواوين يعني لارابيزاسيون ديال الاداره، تعريب الاداره انذاك، لان وهذا لعب فيه الفرس والذين دخلوا الاسلام دور كبير. فكانت يعني هذا المشروع او هذا العمل الذي تم مهم جدا، افاد اللغه العربيه في تطورها وفي تنميتها في محيطها. هناك اعمال رائده، كتاب سيبويه اللي هو المؤسس كما تعلمون المؤسس ديال النحو العربي، والذي لهذا سمي الكتاب، تعطاته هذا الاسم يعني الكتاب، لأن نظرا لقيمته، وهو الذي أسس لما سيسمى بالمدرسة البصرية أو مدرسة البصرة، اللي هي أول مدرسة لسانية في تاريخ اللغة العربية. هناك أعمال في المعجم الخليل محمد الفراهيدي، هناك في مجال الفيلولوجيا، هناك في الترجمة كذلك، الترجمة لعبت دور كبير في جعل تحويل اللغة العربية من لغة علوم شرعية إلى لغة علوم طبيعية فلسفية اجتماعية إلى غير ذلك، هذه خاصة في العصر العباسي في عصر المأمون. هناك أيضا الوضع عندما انتشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية، وجد لغات محلية كالقبطية كالكردية كالأمازيغية، هذا خلق وضع سماه فيرغسون بانديغلوسي أو تريغلوسي بمعنى أو بلانجويزم من نوع آخر، بحيث وجدنا اللغة العربية دخلت ووجدت لغات أخرى فتعاملت معها وتفاعلت معها فأثر على اللغات المحلية. هذا هو الذي سيعطي اللهجات المعاصرة، نجده في الأصوات، نجده في الحروف إلى غير ذلك. اللهجات العربية المعاصرة تصنف في 5 مجموعات، وهي تشكل تكتلات سوسيولسانية انطلاقا من القرن 16. هناك لهجات شبه الجزيرة العربية، هناك اللهجات العراقية منطقة العراق بلاد العراق، ثم هناك اللهجات الشامية سوريا لبنان فلسطين الأردن، ثم هناك اللهجات المصرية والسودانية، وأخيرا اللهجات المغاربية التي تدخل فيها العربية المغربية بتنوعاتها. ثم هناك محطة مهمة جدا وهي النهضة العربية التي أعطت فرصة لإحياء اللغة العربية،
سأنتقل عفوا، سأمدكم بالنص. الآن الآفاق أو التحديات، ما هي التحديات التي تواجه اللغة العربية؟ أنا ميزت بين نوعين من التحديات، هناك تحديات داخلية وأخرى خارجية. التحديات الداخلية، أولا هناك وضع سوسيولساني معقد. نحن الآن في العالم العربي هناك المعيار العربية، لا أقول الفصحى، الفصحى لم تعد فصحى، أصبحت فصيحة. لا يمكن أن نقول الآن أننا العربية فصحى ولكنها فصيحة. هناك معيار فصيح وهناك عامية، هذا أعطى كما قال فيرغسون إنديغلوسي، يعني واحد ثنائية في المستويات للغة. ولكن الآن نحن في طريق إنتريغلوسي، تتشكل الآن عبر القنوات الفضائية لغة عربية وسطى يمكن أن يتواصل بها الناطقون بالعربية في مختلف بقاع العالم. إذن نحن أمام وضع لغوي ثلاثي. من التحديات المطروحة كذلك التمكين الوظيفي والتنزيل الوظيفي لهذه اللغة عبر قنوات الإدارة، التعليم، البحث العلمي، الثقافة، الاقتصاد، التخطيط اللغوي إلى غير ذلك. فيما يخص التحديات الخارجية، أولا العولمة، لا جلوباليزاسيون أو لا مونديليزاسيون، هذا معطى يعني كل اللغات ترتهن بهذا المعطى وبهذا، وخاصة ما يسمى باقتصاد المعرفة وتفجر الإكسبلوزيون، تفجر المعلومات، أعطى ما تسمى بالفجوة الرقمية لعديد من اللغات، يعني مقارنة مع لغات أخرى خاصة الإنجليزية. فاللغة العربية تعاني، لا تزال تعاني من هذا المشكل للفجوة الرقمية في مجال تكنولوجيا المعلومات على المستوى الفردي والجماعي، الانترنت، وسائل التواصل الرقمي إلى غير ذلك. هناك تحديات تواجه اللغة العربية، وخاصة أننا نعيش لغ نوميريك، يعني العصر الرقمي. فاللغة العربية يعني مطالبة، والناطقون بها مطالبون بأن يندمجوا وينصهروا في هذا العصر. التحديات التي تواجهها، هناك مشكل تصميم لغات البرمجة باللغة العربية، هناك مشكل تصميم أساليب تخزين المعلومات واسترجاعها، هناك مشكل المعالجة الآلية للغة العربية عبر التحليل، الاناليز، التوليف، لاسنتيز، بناء المعجمات الإلكترونية، البحث والنشر الإلكتروني، هذه كلها رهانات تحديات تواجه اللغة العربية حاليا. التعليم عن بعد، لانسينيمون ديستانس، للصغار وللكبار، لا للناطقين بالعربية أو للناطقين بغيرها. وهناك مشاكل تقنية تتعلق بالنطق، يعني لا برونونسياسيون، التهجية، الكتابة، الإملاء، البيانات الصرفية، قواعد الصرف و قواعد الاشتقاق، استخلاص الجذور وتصريف الكلمات، النحو كذلك، الإعراب، تركيب الجمل، ترتيبها، صياغة الأساليب، هذه كلها مشاكل تقنية تعالج في إطار تخصص ناهض الآن، هو تخصص اللسانية الحاسوبية. هناك جهود كبيرة تمت ومشروعات هائلة تمت بذلت لتأهيل اللغة العربية وتمكينها لبناء منظومة رقمية للغة العربية متطورة لمواكبة وردم، يعني فو غيتريسي هاد الفجوه، هاد لاكون الرقميه، او ما يسمى هناك لا فراكتور، يعني نوع من الاختلال الرقمي الذي تحياه اللغه العربيه، ومواكبه منجزات الثوره الرقميه عبر تصميم المواقع العربيه، تطوير البرمجيات. هناك جهود تمت في هذا الاطار، جهود اخرى تمت عبر مختبرات وفرق بحث حول المعالجه الاليه للغه العربيه، في تحليل الاصوات وتوليفها، في رقمنة الصياغ والقواعد النحوية، المعاجم، الترجمة الفورية والترجمة غير المباشرة، الفهرسة يعني لا بيبليوغرافي، البحث البيبليوغرافي الإلكتروني، التدقيق أو التصحيح، لا كوريكسيون، التدقيق الكلامي للأصوات ديال لا بروزودي، يعني لاكسون، لانتوناسيون ديال لا مورفولوجي، ديال الإملاء، لورتوغراف، ديال لا غرامير، النحو، تصنيف المؤلفين والمؤلفات والحقول ديال المباحث واستعراض فهارس الكتاب، هذه كلها فيها جهود. كذلك في المجال التربوي هناك جهود على مستوى الوطن العربي، وضع منصات للتعلم عن بعد، اعاده صياغه محتويات واساليب التعليم. ولكن كل هذه الجهود المبذوله والمشاريع المنجزه لا تزال مع الاسف لم تردم، يعني لم تضيق من تلك الفجوة الرقمية، وما زالت هذه الفجوة قائمة. اللغة العربية لها خصائص مفيدة في مجال الرقمنة. أولا اللغة العربية سواء كانت الفصحى كلاسيكية أو الفصيحة المعاصرة تتميز بنظام صوتي متنوع يغطي مختلف تجاويف الرنينية، يسمى لي كافيتي دو ريزونونس. تعرفون أن الإنسان، أنتم أدرى أطباء،
ان الجهاز الصوتي فيه دي كافيتي يعني دو ريزونونس، كنبداو من لا كافيتي غلوتيك او لارانغال يعني التجويف الحنجري، ثم الفارانغال، ثم لينغوال يعني على مستوى ليفغ، ثم البالاتال على مستوى الحنك، ثم نازال على مستوى التجويف الانفي. اللغه العربيه من اللغات القلائل التي تغطي كل التجويف. اللغه العربيه مساحتها الصامتيه يعني كونسونونتيك تري زيتوندي يعني متسعه، تبدا من الشفتين الى اخر اللي هو ا ح ع، يعني الاصوات الحلقيه العربيه لها يعني تكتسح نظامها الصوتي غنيه بالصواميت الى حد ما. الصوائد فيها ثلاثه لي فويال، يلاه ثلاثه، ولكن ثلاثه قصيره وثلاثه طويله، يعني لي فويال بريف لي فويال لونغ. فنظامها الصائتي ايضا غني، فيها لي جلايد العلل الواو والياء الى غير ذلك، فيها لي كونسون اونفاتيك او الصوامت المفخمه اللي هي اربعه، الصاد والضاد والظاء والطاء، وهذه تعطيها واحد يعني تنوع صوتي خاص باللغه العربيه. لها صرف اون مورفولوجي نون كونكاتيناتيف، يعني صرف لا سلسلي، بمعنى ان العربيه بناء الكلمه او لو سيستيم ديال لو مو في العرب فيه لا سوفيكساسيون اللي فيها لي بريفيكس لي زانفيكس اي لي سوفيكس، بمعنى ان هناك الصوابق، هناك اللواحق، ولكن هناك لي زانفيكس بمعنى الاواسط اللي تتلعب واحد الدور كبير في في في, في مثلا لوكوزاتيف في لغات اخرى تنستعملوا فيه جوج عناصر او ثلاثه. العربيه ممكن عبر لا جيميناسيون او التضعيف الذاتي اننا مثلا كتب علم، كتب يعني علم فيغ اونسينيه، ولكن العربيه تعطي علم بعنصر واحد، وهذا تعطي واحد القدره هائله في التوليد والاشتقاق الصرفي، على اعتبار ان الجدر في اللغه العربيه هو جدر ثلاثي، ونظام الصرف العربيه يتكون من لاراسين يعني الجدر، ثم لو شام او الصيغه الصرفيه فعل فعل افعل استفعل، هذه كلها دي شام كتكون اسوسي مقترنه بهذ الجذور، والجذور في اللغه العربيه ثلاثيه يعني تريليتير عفوا. وان كانت نظريه الان في مجال الصرف تقول ان الجذور العربيه هي بيليتير او ثنائيه الجذر، هذا النقاش الان حول نظريه الجذور الثلاثيه ونظريه الجذور الثنائيه. الان إذا الإحصاء بين أن هناك أكثر من 9000 جذر في اللغة العربية، وقال سيد العميد قبل قليل أكثر من 12 مليون، وأكد سي بوصفيحة في إحدى محاضراته أكثر من 12 مليون كلمة تشكل المعجم العربي. شكرا. هناك نسق أن سيستم جراماتيكال، نسق غني نحوي غني. العربية فيها دو تيب دو فراز، اللي هي لا فراز فيربال الى فراز نومينال، ولكن دو تيب دو فراز يعني ان الترتيب الاصل هو فعل فاعل مفعول، ثم هناك ترتيب اخر اللي هو اسم فعل وباقي يعني ما يسمى بلي ساتيليت او مكملات الجمله. العربيه لها ترتيبان اصليان، ترتيب في يعني سانتاغ فيرب سوجي اوبجي، وفيها سوجي فيرب اوبجي. نقول كتب الولد الدرس، الولد كتب الدرس، هذا الامكان، هذه غنى، ولكن عقدت العمليه من ناحيه التقنيه. الا كانت الانجليزيه مثلا في التركيب ديالها تحتاج لواحد عدد معين من القواعد ديال المعالجه الرقميه، العربيه تتطلب اكثر، فيها نوع من الكلفه، ولكن كلفه ليست تعقد، كلفه غنى. ولهذا على اللسانيين الحاسوبيين العرب والمهندسين المتخصصين ان يبحثوا في هذه الخصوصيات. العربيه لها هذا النسق. هناك نظام تقديم وتاخير، العربيه فيها واحد المرونه فليكسيبيليتي ديال ان الفعل يتقدم ويتاخر، المفاعيل تتقدم وتاخر، وهذا تعطي له ابعاد دلاليه تداوليه براغماتيك مهمه جدا. هناك نسق معجمي، ان سيستم ليكسيكال غني جدا، لانه يقوم على ثنائيه الجذر والصيغه، وتحدده ما نسميه بلي ريغل فونوتاكتيك او القواعد الصوتيه التاليفيه، لان العربيه لا تسمح بتعريب اي مصطلح، يجب ان يخضع الصيغ الصرفيه والقيود التاليفيه التي تحكمها. المقترحات، واختم بها سيدي الرئيس واعتذر ان كنت اطلت، ضروره وضع استراتيجيه في تقديري وفي تقديري مجموعه من الخبراء، استراتيجيه عمل لها مجموعه من الاهداف. اولا هناك جعل اللغه العربيه موضوعا للعلم واداه. اللغه العربيه يجب ان كباقي اللغات يجب ان تكون لغه للعلم، اي موضوع اللسانيات اللي هي علم اللسانيات، وأداة. وعندما نتحدث عن الأداة
يعني لاسبي ابليكاسيونيل يعني الجانب التطبيقي خصها تكون اداه في اللسانيات الحاسوبيه في التطبيقات في الهندسه اللغويه الى غير ذلك، ثم ان تكون اداه للمعالجه العلميه ايضا وللعلاج. انتم اطباء نفسيون يعني ما نسمي بلا ثيرابي، ان اللغه العربيه ان تكون حاضره ايضا في حصص العلاج وفي هذوك لي زانامنيز وفي الحوارات التي تتم بين الطبيب. وهذا اللغه العربيه لها دور ولها حضور في توصيل المعلومه الطبيه الى المريض وتوصيل المعلومه ايضا المرضيه من المريض الى الطبيب. التعليم والتعلم، وهنا دائما استنادا الى التعليم او التعلم الرقمي، يجب ان يكون هناك توازن بين المعلم والمتعلم والمناهج والوسائط، يعني يكون واحد المنظومه متكامله والمحتويات. هذه منظومه اساسيه في 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 في, في تدريس وتعليم اللغه العربيه. ثم هناك الثقافه والاعلام، ضروري يعني ان تكون اللغه العربيه حاضره في الوسائط الاعلاميه والتواصليه. قبل قليل تم الحديث عن التواصل، فاللغه العربيه يعني لها تاريخ في هذا الباب يمكن يعني الاستفاده منه كذلك. وكذلك في مجالات الحياه العامه، في البحوث والدراسات سمعت ان هناك اطاريح باللغه العربيه، وهذا في الحقيقه يثلج الصدر، اطاريح في الطب باللغه العربيه. هناك الترجمه وتعريب المصطلح، أنا فقط بين قوسين، فعندما تحدثت قبل قليل عن 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 أن كليتنا وضعت رهن إشارة كلية الطب في إطار لو سيستيم ال ام دي، إجازة ماستر دكتوراه وحدة تسمى بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، وعبد ربي الضعيف أنا أقدم مادة لطلبة كلية الطب الأسنان سميتها لي باثولوجي دو لونغاج، بمعنى اضطرابات اللغة، وانا بصدد تهيئ معجم ثلاثي اللغه للامراض الكلاميه او لي باثولوجي دو لونغاج او لي تروبل دو لونغاج باللغه العربيه والفرنسيه والانجليزيه، وسامد ان شاء الله في نهايه السنه لطلبه كليه طب الاسنان في اطار هذا التعاون بين كليه الاداب وكليه الطب. واخيرا تعزيز الحضور والانتشار الرقمي للعربيه عالميا، اذا كان هذه الندوه ان شاء الله ستنشر سامدكم سيد الرئيس بالنص، واعتذر ان كنت اطلت. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.